بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من اخبار اون تايم. زي ما انتم متعودين معانا بيكون لينا كده جوله في الاخبار المحليه، كمان اخر بقى مستجدات الساحه العالميه والتشامبيونز ليج وليالي الابطال الممتعه، كمان هيكون لينا كلام في الالعاب الاخرى. كل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم تختلف في لغتها وكمان في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس بتجمعنا اكيد هي الرياضه. في البدايه اسمحوا لي نبدا حلقتنا باهم وابرز العناوين. الاهلي يغلق ملف مباراه الاتحاد ويبدا الاستعداد لبلديه المحله بدون راحه. اليوم الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر الى المغرب غدا استعدادا للنهائي الكونفدراليه. الليلة ريال مدريد وبايرن ميونخ في قمة العمالقة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. الليلة الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة. من أهم العناوين نروح لتفاصيل الأخبار، والبداية دايما مع أخبارنا المحلية. البداية مع خبر سعيد لكل عشاق كرة القدم، بصراحة خبر كنا كلنا مستنينه. يمكن الفترة اللي فاتت كلنا في كل البرامج وفي كل الأماكن بنقول يا جماعة الجمهور اللي رايح يشجع، شجع فرقتك، استمتع بفرقتك، اهتف لفرقتك، نحاول ننضبط، والانضباط ده هيوصلنا النقطة كلنا عايزينها. الانضباط اللي كان موجود الفترة اللي فاتت داخل الجماهير، ولازم نقول شكرا للجماهير اللي كانت بتروح وبتحافظ على الشكل الجميل، الشكل الراقي بين التشجيع حتى في اللقاءات الكبيرة بين أهلي وزمالك، بين اتحاد وأهلي، الأندية الجماهيرية زمالك واسماعيلي، وصلنا للنقطة السعيدة اللي احنا فيها دلوقتي. ده أعلنت وزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي الاتفاق على زيادة حضور الجماهير في مباريات الكرة المصرية. قال بيان صادر من وزارة الرياضة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلي رابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية. الاجتماع ده كان لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري، وأضاف بيان أن الجهات المعنية وافقت على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية، بالإضافة إلى السماح بالحضور للجماهير كاملة في البطولات الأفريقية في نصف النهائي ونهائي الأندية المصرية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى السعة الجماهيرية الكاملة في مباريات المحلية في جميع الاستادات باستثناء استاد القاهرة وبرج العرب، يكون الحضور بساعة 30,000 متفرج. وحشنا الشكل ده والله العظيم. ثلاثة مش في أفريقيا بيكون في أعداد كبيرة، ومعنى البيان ده إن ماتش الأهلي القادم في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي في استاد القاهرة هيكون بالساعة الكاملة، هيتزين باللون الأحمر. واستاد القاهرة في ماتش الزمالك كمان أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية هيتزين كامل باللون الأبيض. نتمنى بقى الانضباط يكمل والهتاف الجميل ده يفضل مكمل لكل الانديه، اهلي وزمالك ومصري واتحاد وكله، كل الانديه الجماهيريه واسماعيلي، كل الانديه الجماهيريه تكون موجوده باعداد كبيره. عندك كل الاستادات هتكون بالساعه الكامله عدا استاد القاهره 30,000 واستاد برج العرب 30,000. متهيألي ده خبر اسعد كل جماهير الكره المصريه، خبر اسعد كل عشاق الجماهير. قبل كده عشان تروح تحجز لفرقتك تخش على موقع تذكرتي عشان تلحق تحجز نص ساعة ساعة تذاكر بتخلص، تاني دلوقتي فرصة لكل الناس تكون موجودة، فرصة لجيل كبير يقدر يخلق ذكريات حلوة ممتعة في الاستاد وهو بيهتف بيشجع فريقه. تالي زي ما احنا قلنا لحضراتكم وقلنا لكم ننضبط هنوصل لنقطة سعيدة، وصلنا لنقطة سعيدة، وإن شاء الله الجماهير تفضل تظهر بالأشكال الحلوة دي بالانضباط الكبير، ونكمل بشياكة وجمال الكرة المصرية. خلينا كمان نروح بقى كده لأخبار الأندية. بعد خبر سعيد نروح لأخبار الأندية، والبداية مع النادي الأهلي. النادي الأهلي بالأمس فاز على الاتحاد السكندري بأربع أهداف مقابل هدف. بعد الماتش قفل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف ماتش الاتحاد اللي انتهى بنتيجة كبيرة جدا وأداء كبير جدا على ند مش سهل أبدا، على منافس قوي جدا. والجون الأول ركلة الجزاء حطها زي ما كتاب مقال، لكن الجون ده ممتع بشكل كبير جدا. رضا سليم حط كورة ممتعة، جون
امتع الناس اللي بتتفرج، امتع كل المشاهدين. الجون الثالث بقى عمر كمال عبد الواحد بيقول لكولر انا بكافئك انك لعبتني باك ليفت مره ثانيه، انا ذاكرت المكان. وجون ماركه عمر كمال عبد الواحد سجل شبهه في مودرن فيوتشر لو فاكرين حضراتكم، ولكن جون بقذيفه قويه جدا. الجون ده برضو بممتع الاتحاد بجمله سريعه بشكل كبير، ولكن قدر الاهلي يفوز باربع اهداف بسبب ركله الجزاء الثانيه اللي سجلها كهربا في الدقائق الاخيره. وده كان لقاء ضمن مؤجلات الجوله التاسعه من دوري نايل، والاهلي هيعود بقى للتدريبات مساء اليوم استعدادا للمواجهه المقبله امام نظيره بلديه المحله التي تجمع بينهما ضمن الجوله ال 22 من دوري نايل مقرر ليها يوم السبت المقبل. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قال لازم يكون في راحه للاعبين، ولكن الوقت الحالي مفيش وقت، هو عايز يواصل التدريبات من اجل مباراه بلديه المحله ثم يمنح اللاعبين راحه غدا لالتقاط الانفاس فقط. يعني هو مجرد لعيبه تريح يوم بكره عشان يكملوا في المشوار. كمان اتكلم مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عن عدم ثبات التشكيل. الراجل اتكلم بمنتهى الاريحيه وقال ان النادي الاهلي موجود في اكتر من بطوله، والفتره الحاليه موجود في دوري الابطال وموجود في الفاينل وكمان موجود في الدوري وعنده ضغط كبير جدا في الدوري. قال لازم يعمل سياسه التدوير في مباريات الدوري من اجل الحفاظ على جاهزيه اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وزي ما احنا شايفين اللعيبه كتير بتتصاب، فهو اللعيب اللي بيرجع من اصابه ما ينفعش يخش بنفس القوه هيخش في الاصابه مره ثانيه، وده حصل لياسر ابراهيم لو حضراتكم فاكرين. وهو قال بيسعى الفترة اللي جاية ان هو يجهز كافة العناصر، عايز كل اللاعبين يكونوا جاهزين في شكل التدوير. يمكن الناس كانت بتسأل هو رضا سليم فين؟ مش بيشارك بشكل اساسي ليه؟ الراجل بيلعب بشكل كويس، امبارح شارك بشكل اساسي وسجل هدف ولا اروع. كمان قال لجماهير النادي الاهلي بيؤكد ان هو ولا بيحب ولا بيكره. هنا هو بيكلم الجماهير انا مش بحب اللاعب ولا بكره اللاعب، وهنا بيوضح بعض المشاكل الناس تقولها اصل كولر غضبان من اللاعب، اصل كولر زعلان من اللاعب. قال انا ولا بحب ولا بكره، انا اللعيب اللي بشوفه جاهز الفتره دي بيشارك، والاجهز ومن يستحق لازم يكون موجود، وهو اكيد عايز الاهلي يكون دايما في الصداره. الغيابات بتضرب خط دفاع النادي الاهلي امام بلديه المحله في اللقاء المقبل بدوري نايل دوري المصري بعد حصول عبد المنعم الانذار الثالث امبارح خلال مباراه الاتحاد السكندري، بالاضافه الى اصابه اللي تعرض ليها رامي ربيعه، كان تدخل قوي جدا من مابولولو تعرض من خلاله لطرد مباشر، ولكن مابولولو عمل لفته مهمه جدا رغم الطرد رغم كل حاجه ما كانش فيه اعتراضات كبيره، الراجل كان اهم حاجه بالنسبه له يطمن على رامي ربيعه، ودي الروح اللي اكيد نحبها. بعد غياب رامي ربيعه والاصابه اللي عنده غياب عبد المنعم، ولكن الخبر السعيد اقترب ياسر ابراهيم من العوده لقائمه الاهلي امام بلديه المحله بعد فتره غياب طويله بسبب الاصابه بتمزق في العضلة الخلفية. ياسر من اللعيبة الرجالة في خط الدفاع وكمان من المدافعين الهدافين اللي بيقدر يسجل ويخطف زي ما احنا شايفين مع بعض الأهداف الممتعة والمؤثرة اللي بيسجلها مع النادي الأهلي. بالحديث عن الإصابات، النادي الأهلي تحديدا الثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا اللي تعرضوا للإصابة في لقاء الاتحاد. رامي كان حصل ليه كدمة قوية في الكاحل بعد تدخل كان قوي من مابولولو مهاجم الاتحاد، ومن سبب التدخل ده تم طرده طرد مباشر. أما كوكا اللي تعرض لكدمة في الركبة، الثنائي على هامش مران الأهلي النهاردة هيتم عمل فحص طبي ليهم لتحديد حجم الإصابة وحسم موقف الثنائي من المشاركة في لقاء بلدية المحلة. نتمنى ليهم السلامة ويكونوا جاهزين في لقاء بلدية وكمان أفريقيا. ومتهيألي كولر لو اللعيبة طبياً مش مطمن قوي هيأجل المشاركة بتاعتهم علشان يكونوا جاهزين معاه للقاء القوي جدا اللي هيكون في رادس أمام الترجي. من أخبار النادي الأهلي ومن أخبار المارد الأحمر نروح للمارد الأبيض نادي الزمالك، ويختتم نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة داخل نادي الزمالك قبل السفر إلى المغرب غدا الخميس لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر ليها الأحد المقبل. من الأخبار السعيدة اللي طمنت جهاز نادي الزمالك وكمان بعض الجماهير هو انتظام محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك. محمد صبحي كان الفترة اللي فاتت عنده إصابة
هو حاليا اصبح جاهز من الجزء او من الجانب الطبي بنسبه 100%، وتماثل للشفاء وموجود في التدريب الجماعي، هيبدا بقى يخش واحده واحده مع الفريق. واكيد ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ في اللقاءات الكبيره وفي الفاينلز انت ممكن يكون في لا قدر الله اصابه لحارس المرمى، لو عواد لا قدر الله حصل له اصابه مين هيكون موجود على الدكه؟ فبنسبه كبيره بنسبه كبيره صبحي هيكون مع نادي الزمالك في المغرب، ودي اكيد حاجه تطمن نادي الزمالك. على فكره بعثه نادي الزمالك هتكون برئاسه كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، دي بتدي دفعه معنويه للعيبه. اللي يكون رئيس البعثه هو رئيس مجلس اداره النادي بتدي دفعه كبيره للعيبه، بتبين للعيبه قد ايه النادي كله من اصغر حد لحد رئيس النادي مركزين في البطوله وعينهم على الفوز. نتمنى الزمالك يقدر يعمل نتيجه ايجابيه هناك في بركان في المغرب. على ذكر ماتش بركان وعلى ذكر شغل الزمالك للقاء، عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق امس استعدادا بقى لماتش نهضه بركان. اتكلم مع اللعيبه على بعض النقاط الفنيه، وقبل ما يتكلم عن النقاط الفنيه قال لهم انسوا الدوري، اقفلوا صفحه الدوري تماما. وعلى فكره مدرب ده شجاع بنسبه 100%. ليه شجاع؟ ان هو بعد اللقاء امام سموحه وهزيمه الزمالك امام سموحه، بعد الزمالك ما قدر يفوز في اكتر من لقاء ورا بعض، كان ممكن يطلع يقول اللعيبه اخفقت، طلع قال انا اخفقت، انا المسؤول ونركز في اللي جاي. هو حمى لعيبته بعد لقاء سموحه، تحمل هو المسؤوليه وبدا يتكلم مع اللاعبين على اهميه عمل نتيجه ايجابيه خارج الديار. اتكلم معاهم في ضروري بذل اقصى جهد في الفتره الحاليه من اجل تحقيق لقب قاري، لقب الكونفدراليه، وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنيه اللي عايز ينفذها في اللقاء القادم، واتكلم عن بعض الاخطاء اللي مش حابب تكون موجوده في اللقاء القادم. يمكن واحد من الملفات اللي بتشغل كل جمهور نادي الزمالك ومجلس الاداره هو ملف تجديد نجم من نجوم نادي الزمالك، وهو زيزو، أحمد السيد زيزو، اللي أنهى مسؤولي نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب اتفاقهم بشكل مبدئي مع زيزو للتجديد. من المنتظر أنه ينهوا كل الأمور بعد لقاءات الكونفدرالية. طب ممكن حد يقول هما ليه مستعجلين؟ ما لسه عقد زيزو هينتهي في الموسم المقبل. عقد زيزو هينتهي في الموسم المقبل، ولكن اللعيب يحق ليه ان هو يمضي لاي نادي في يناير المقبل. علشان كده اداره الزمالك عايزه تخلي اللاعب مركز مع الفريق، ان الفتره اللي جايه لو زيزو ما كانش مجدد مع الزمالك هيبدا يظهر عروض، وده حاجه طبيعيه للاعيب زي زيزو، لعيب في امكانيات زيزو. مش بس فكره الامكانيات، فكره العقليه الاحترافيه، فكره اللعيب اللي محافظ على مستواه في كذا موسم. ممكن حد يظهر طفره موسم، لكن موسم 2 3 4 ماشي بنفس الكيرف بتاعك، بل بتنضج وبتتطور بشكل كبير، فاكيد هيكون في اعين كتير على زيزو. فاداره نادي الزمالك عايزه تطمن جماهيرها وتقول زيزو موجود داخل نادي الزمالك، وخلصوا كافه الامور واجلوا بقى كل الحاجات في ورق والامضاءات للقائين المصريين في الكونفدراليه. عايزين نروح لخبر مهم جدا، وهي يعني ايه صراع جيد. ليه اقول صراع جيد؟ ان كل الفرق اللي موجوده في الدوري عندها هدف. في فريق عايز يكمل بس، في فريق يقول لا انا عيني على اللقب، في فريق يقول لك انا عايز اكون في المربع الذهبي، عايز اكون في مرحله الوسط. نفس الكلام في فريق يقول لك انا عايز اروح كونفدراليه، عايز اترشح لدوري ابطال افريقيا، عايز اكون مركز رابع، مركز تاني، مركز تالت. عشان كده اكد مسؤولي رابطه الانديه المصريه انه لم يتم حسم الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه في الموسم الحالي حتى الان، واكدوا انهم في انتظار خطاب الكاف معرفه الفرق المشاركه في افريقيا المقرر وصولها في 30 يونيو المقبل. واكد مسؤولي الرابطه انهم سيتم مطالبه الاتحاد الافريقي بعدم وصول الخطاب بامكانيه تحديد الفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه عقب انتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري. طيب صراع قوي جدا، تعالوا نشوف كده مع بعض في حاله لو وقفنا، ولو وقفنا عند ال 17 لقاء عن الدور الاول، هتلاقي عندك بيراميدز في المركز الاول ب 32 نقطه من 15 مباراه ومؤجل لماتشين. انبي في المركز الثاني لو احتسبنا اللقاءات بفارق الاهداف ب 28 نقطه انهى مباريات الدور الاول. المصري
هيكون في المركز الثالث لو الاعتبار بالاهداف ب 28 نقطه. طب لو مش بالاهداف بالمواجهات المباشره هيكون المصري مركز ثاني عشان فاز على انبي في الدور الاول. الاتحاد في المركز الرابع 27 نقطه انهى مبارياته. الاهلي في المركز الخامس 24 نقطه ومؤجل ليه 5 ماتشات. الزمالك في المركز السادس 21 نقطه ومؤجل ليه لسه كمان 4 ماتشات. فحسبه صعبه جدا، ولكن هو الموضوع حق مشروع لكل نادي، خلينا نتفق. لكن هنشوف القادم هيكون ايه والقرارات هتكون ايه. موضوع يتوقف على الكاف بكل تأكيد. يعود الثنائي رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي لدعم صفوف الفريق بعد انتهاء ايقافهما في لقاء مودرن فيوتشر الأخير قبل مواجهة المصري في 7 من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب في اسكندرية في إطار الجولة 22 من بطولة دولي نايل. ويفتقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توري في مواجهة المصري بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث في اللقاء الأخير أمام مودرن فيوتشر ويغيب بسببه عن اللقاء المصري. بيراميدز ماشي بشكل جيد جدا. بيراميدز يمكن السنة دي غير. ليه السنة دي غير؟ كلنا شفنا بيراميدز كل سنة كان بيفقد نقاط سهلة، ولكن بيراميدز تحديدا السنة دي وفي اللقاء اللي فات كمان شفنا قد إيه لما كان متأخر من مودرن كان في كفاح، في إصرار على الفوز، وعايزين يخلقوا السنة دي لنفسهم مركز مهم وهو بكل تأكيد المركز الأول والفوز بالدوري. خلينا نروح بقى لنادي المصري. يستأنف فريق المصري اليوم الأربعاء تدريبه بعدما أدى لاعبين الأساسيون بالنادي تدريبات استشفائية أمس يوم الثلاثاء استعدادا لمباراة الجولة 22 من دوري نايل أمام بيراميدز في المركز الأول المقرر إقامتها على استاد برج العرب السبت المقبل. واحتل النادي المصري المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل بعدما رفع رصيده ل 37 نقطة عقب الفوز في اللقاء الأخير على طلائع الجيش بهدفين للا شيء. مصري عامل برضه موسم قوي جدا مع كابتن علي ماهر صراحة بيأدوا بأكتر من شكل قوي جدا. ولو احنا واقفين كده مع بعض على خط القناة فلما نقول فرق القناة لازم هنروح للدراويش. لما نيجي نتكلم على النادي الإسماعيلي، النادي الإسماعيلي السنة دي بيقدم كرة كويسة. خلينا نتفق كابتن إيهاب جلال مع الإدارة قدروا يعملوا فريق جيد ما أحسن من السنين اللي فاتت. خلينا نتفق بيقدموا كرة حلوة جدا. اعتمدوا على مجموعة جيدة جدا من شباب الإسماعيلي قدروا يكافحوا في لقاءات كتيرة جدا. في بعض اللقاءات الكرة كانت ما عندهم، تحس إن الكرة مش عايزة تمشي مع النادي الإسماعيلي، ولكن الإسماعيلي كان ماشي على خط ويسيب خط، خط ويسيب خط، حتى ما قدر يفوز في اللقاء الأخير. الفوز ده ينعش الإسماعيلي بشكل كبير. عشان نتكلم أكتر عن النادي الإسماعيلي معانا على التليفون كابتن حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي. أهلا بيك يا أبو الكباتن. يا أبو حميد أهلا وسهلا بيك. وحشنا أول حاجة. حبيبي حبيبي يا حمادة والله ربنا يديك الصحة أبو حميد الله يخليك. الحمد لله. أول حاجة مبروك فوز في آخر لقاء، فوز مهم في توقيت متهيألي كان الإسماعيلي في حاجة كبيرة لثلاث نقاط. والله الحمد لله يا محمد بحمد ربنا وبشكر ربنا طبعا طبعا أكيد يعني ضغط المباريات وضغط النتائج يعني ما كانش فيه عدم توفيق في بعض المباريات بشكل كبير. صحيح. لكن برضه أنا بحمد ربنا وبشكر ربنا. أنت برضه الفرقة كل ما بيعد عليها مباريات و ويشتغلوا مع بعض ويبقى في تجانس اكتر وكده اللعيبه بقت بتأدي بشكل كويس. احنا عاملين مباريات الحمد لله رب العالمين لحد الادنى في الاداء انا بقول معقول جدا لينا، لكن هنقول بعض النتائج طبعا هي بس اللي بتبقى مضايقانا شويه، لكن انا بحمد ربنا طبعا اداء جيد جدا وحصل هزيمه امام الاهلي وقابله الاتحاد وبعدين بتروح مكسب فاركو. فاركو من الفرق الكويسه جدا عندها لعيبه كويسه جدا. صحيح. كان ماتش مضغوط بالنسبه لنا احنا شخصيا، فالحمد لله ان احنا قدرنا ناخد 3 بونت يعيدوا الاتزان شويه للعيبه ويخلوا اللعيبه تبقى عندها ثقه وهم بيأدوا، وده اللي انا قلته من فتره ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله يا رب السميع العليم ان احنا نكسب ماتشين 3 و4 هتلاقي اللعيبه دي بتلعب وهي مرتاحه وتأدي كوره بشكل اكثر اريحيه فيها محمد ويبقى بشكل اكثر من رائع ان شاء الله. بالتالي الضغط كمان الموجود على اللاعبين وعلى حضراتكم في الجهاز الفني مخلي شويه في صربعه في انهاء الهجمات، وده بيخلي الكره ما تنهيش باكتر شكل ممكن او بالشكل الافضل يعني. والله يا محمد انت اسم النادي الاسماعيلي اسم كبير جدا وانت متحمل مسؤوليه اسم كبير. صحيح.
وجماهير بتاعته كبيره جدا، محبه جدا للكوره. صحيح. الناس برضو على السابق، النادي الاسماعيلي هو ثالث نادي في مصر في بعد يعني الانديه الكبيره في مصر، فدايما محطوط على طول في البطولات، محطوط على طول طبعا بالاداء الكبير جدا. بعض الهزات اللي حصلت له في الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول، وتفريغ الفرقه من بعض اللعيبه، وامور ومشاكل كبيره جدا ماليا على الحاجات اللي فيها اللعيبه اللي عامله شكاوي علينا، فدي برضو عملت لنا محمد انت مخلياك برضو لسه مش قادر تتماسك. تالي الازمات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي خلتنا نشوف لقطه كانت مؤثره لكل محبين كرة القدم والناس اللي عارفة يعني ايه فريق جماهيري. يمكن حضراتكم كمان كابتن إيهاب جلال مش من المدربين اللي بيبان عليه مشاعره، ولكن اللقاء اللي فات كان باين قد ايه هو متأثر بعد الفوز. متهيألي الضغط كمان كان باين على حضراتكم، فإن شاء الله نأمل الفترة الجاية تكون سهلة. وهل السبب ده بتاع حزن كابتن إيهاب جلال أو تأثره الكبير بعد إحراز الهدف والفوز ده كان بسبب الضغوطات ولا في أسباب تانية؟ لا والله، هو انت عارف بس المباريات بتبقى مضغوطه جدا يا ابو حميد، فانت مستني نتيجه ايجابيه الناس تتبسط بيها يعني. معلش اسف يا ابو حمد. معايا كابتن؟ الو كابتن حمد. معلش لا اتفضل يا كابتن، سامع حضرتك. معلش. ايوه كابتن حمد. طيب واضح ان في مشكله في الشبكه، ولكن نادي الاسماعيلي السنه دي بجد عامل شغل قوي جدا، واللقطه اللي بانت دي لكابتن ايهاب جلال وتاثره على الشاشه تبين قد ايه الموضوع كان في ضغط عالي. اتفضل يا كابتن حمد. انا بقول يا محمد ان هي اللقطه دي لقطه تعبر عن المدى اللي كابتن ايهاب شغال فيه، ان هو متحمل مسؤوليه، قلت نادي كبير جدا. صحيح. هو الراجل، بس هي الناس فهمت اللقطه غلط برضو. عشان افسرها وتبقى الناس فاهم، هو كابتن ايهاب من يوم ما اشتغلت انا وهو مع بعض وبقالنا فتره كبيره، لما بيجي لنا ضربه جزاء لينا ما بيحبش يبص واحنا بننفذها. فهو حاطط ايده على عينه كده، فالناس متخيله ان هو متاثر. لكن الله الله يكون في عونكم. عموما ضربات الجزاء دي احنا بنكون قاعدين في البيوت مشدودين، فانتوا في الملعب كلكم عاملين شغل عالي جدا، والاستعداد لماتش الداخليه اكيد غير بقى. اكيد الماتش الجاي فوز فيه مهم زي ما حضرتك قلت، عايزين تفوزوا بلقاء 2-3 ورا بعض يدي ثقه كبيره للاعبين. فازاي بتستعدوا للقاء الداخليه في الجوله القادمه؟ والله شغالين بشكل الحمد لله يعني معقول جدا، واللعيبه شغاله كويس، واللعيبه بدات تحس الحمد لله، يعني هي اللعيبه فعلا بتأدي بشكل كبير جدا من اول سنه، بس انا بقول خلاص بداوا يحسوا بانك انت خلاص يعني دخلنا في المرحله ان انت ان شاء الله باذن الله نحاول، ما فيش نقاط نفقدها بشكل كبير جدا. مباراه داخليه انا بقول مباراه صعبه جدا، فرقه من الفرق كويسه بتجتهد في كل مباراه، فاحنا يعني زي ما بقول لك هتبقى مباراه صعبه جدا. هم يعني الداخليه ما عندهاش امل غير ان هي هتخاطر على الثلاثه بونت، وده نفس الحاجه اللي احنا بنشتغل فيها. ان شاء الله يا رب يكون معانا التوفيق ونقدر ناخد الثلاثه بونت يا محمد، ان دي هتبقى حاجه كويسه ان شاء الله في دينا في الترتيب نفسه باذن الله. نتمنى التوفيق دايما لحضراتكم كابتن حمد، شكرا جدا لوقت حضرتك، وان شاء الله الاسماعيلي دايما يكون من افضل لافضل. دائما بنحب كده الانديه الجماهيريه تكون موجوده، بتدي طعم مختلف للدوري حتى لو في مركز لا يليق بيه. ولكن شوفوا ماتش الزمالك والاسماعيلي الموسم ده، نديه قويه جدا في استاد الاسماعيليه، قوه كبيره جدا، وقدروا يخطفوا نقطه من نادي الزمالك. وعلى فكره الزمالك كان في افضل حالاته ساعتها، كان فايق وجاي من فوز. عندك مع النادي الاهلي قدر يفوز الاهلي 2-1، ولكن الاسماعيلي عمل ماتش كبير جدا وكان يقدر يخطف التعادل، ولكن النادي الاهلي عارف ازاي يخرج بالثلاث نقاط. فنتمنى الاسماعيلي وكل الانديه الجماهيريه تفضل بافضل حال. من اخبار الدوري الممتاز نروح لاخبار دوري القسم الثاني، وتقام اليوم في الرابعه والنصف عصرا 4 مباريات في مجموعه الصعود و3 مباريات في مجموعه الهبوط للجوله 9 لدوري القسم الثاني الف، وستكون كالتالي: حرس الحدود مع القناه وتذاع عبر قنوات اون تايم سبورتس 1، بروكسي مع غزل المحله وتذاع عبر قنوات اون تايم سبورتس 2، وادي دجله مع رايا، لافينا مع طنطا، وفي مجموعه الهبوط يلتقي كل من النصر بترول لاسيوط مع التعدين، وابو قير للاسمده مع المصريه للاتصالات، ومكادي مع النجوم. وانطلق الثالثه والنصف الاستوديو التحليلي لدوري القسم الثاني على قنوات اون تايم سبورتس 2 عشان تستمتعوا باللقاءات دي، بيكون فيها نديه قويه جدا.
خلينا نروح كده لبقيه الاخبار. الدوري القسم الثاني، وتقدم الدكتور عطيه السيد مدير الفني لفريق العبور باستقالته من تدريب الفريق عقب نهايه الموسم وعدم صعود الفريق للدوري القسم الثاني الف بعد احتلال المركز الثاني خلف منتخب السويس بعد الاستمرار للمنافسه حتى الجوله الاخيره. اتمنى ليهم التوفيق في الفتره الجايه، بتكون محبطه بعض الشيء ولكن هو ده سيستم البطوله. يختتم اليوم فريق ديكيرنس استعداداته للمواجهة الحاسمة مع فريق مصر المقاصة غدا في ختام مباريات مجموعة الهبوط، حيث يحتاج الفريق للفوز على مصر المقاصة مع هزيمة أسوان من جمهورية شبين نظرا لتفوق أسوان على ديكيرنس في مواجهات مباشرة، ويحتل ديكيرنس المركز الخامس في مجموعة الهبوط برصيد 33 نقطة. بعد ما اتكلمنا مع بعض عن اخبار الدوري الممتاز وكمان عن الدوريات الثانيه والثالثه، خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا. استنونا. هذا برنامج ياتيكم برعايه جرينلاند. اسهل جبنه تتفرد معاكي، فيتا بلس، اسطنبولي، دوم وعشاب، زيتون، بسطرمه، مشطشطه، جبنه صفراء وكمان لايت. جرينلاند احلى واجدع جبنه في مصر. اوبا فاول، دي هيعمل ايه؟ طلع ايه؟ كارت اخضر جديده عليا دي، وكمان طلع كارتيلا، ناقص يجيب لنا باستيل. يا نهار ابيض، سيبوا الالوان للجزيره، ما هو كل واحد ولعبته. دهانات الجزيره راعي كل الوان اللعبه. يلي بوتي الاكل رايح فين؟ رايح فين؟ محدش هينزل لما يخلص اكله. انا يعني يوم القيامه الاكل المتبقي هيجري وراك لحد ما تخلص القلاص. كلي خضار عشان شعر البنت يطلع ناعم وجميل. كلي خضار عشان شعرك يبقى ناعم وجميل. كلي خضار عشان شعرك يبقى ناعم وجميل. جميل قوي. يلا كله كله. استنى عليا لما بوتي هجيب لك ابو رجل مسلوخه. هم هم هم. احنا عارفين انك بتتعبي عشان تاكليهم اكل مفيد، فطعمه اتطورت عشان تسهلها عليك، وعملت جبن ولبن وعصير باحسن طعم وجوده. طعمه بنتطور عشانك. اي حرام عليك، ايه ده؟ مسدس رش في الماتش، المساعد بيرسم الوان والحكم نام. يا عيني عليك يا فنان. سيبوا الالوان للجزيره، ما هو كل واحد ولعبته. دهانات الجزيره راعي كل الوان اللعبه. غزل المحله يرفع شعار التحدي بحثاً عن الفوز وخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز في مواجهة بروكسي في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين القسم الثاني ألف اليوم 4:30 عصراً على On Time Sports 2. الكوتش حيغير، حيغير يا سيدي يا حبيبي يا ابني يا بابا. يلا سيبوا الالوان للجزيره، ما هو كل واحد ولعبته. دهانات الجزيره راعي كل الوان اللعبه. حرس الحدود في مهمه صعبه وقويه من اجل الفوز والتمسك باماله في الصعود للدوري الممتاز عندما يواجه القناة في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين القسم الثاني ألف اليوم 4:30 عصرا على On Time Sports. اهلا بحضراتكم من جديد، وجي ميعادنا دلوقتي مع الفقره العالميه.
البداية دايما في العالمي من لقاءات اليوم، وعندنا أول لقاء دوري المؤتمر الأوروبي إياب نصف النهائي كلوب بروج وفيرونتينا، هيكون اللقاء الساعة 8 إلا ربع. أما بقى اللقاء المرتقب اللي كل العالم قاعد مستني النهاردة، دوري أبطال أوروبا إياب نصف النهائي ريال مدريد وبايرن ميونخ الساعة 10 مساء. هل هيكون نهائي ألماني خالص ولا أسباني ألماني؟ تحديدا بعد لقاء امبارح بعدما تأهل فريق بروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي البطولة وكان عامل لقاء كبير جدا، النهاردة هيتحدد الطرف الثاني في النهائي لما يستضيف ريال مدريد الأسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني في استاد سانتياغو برنابيو، طبعا استاد المعقل الفريق الملكي اللي كل الجماهير بتكون موجودة هناك، واستاد رخم في الماتشات دي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2. اختتم فريق ريال مدريد تدريبات استعداده بقى لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، طبعا الفريق الأسباني محتاج الفوز بأي نتيجة علشان يتأهل للنهائي، لكن أي تعادل بأي نتيجة هيتم اللجوء للوقت الإضافي، ولو استمر التعادل هنروح للقاءات ترجيح زي ما حصل أمام السيتي. بيسعى فريق ريال مدريد للتأهل إلى النهائي علشان يواصل حلم تحقيق اللقب للمرة 15 في تاريخه. طبعا الفريق الملكي معنوياته مرتفعة جدا بعدما قدر يحسم لقب الدوري الأسباني، وعاوز يكمل مسيرته في أوروبا والتأهل للنهائي على حساب الفريق البافاري. لو رحنا الناحية الثانية الألمانية ومعسكر بايرن ميونخ اللي اختتم الفريق تدريباته امبارح في مدينة ميونخ قبل السفر إلى العاصمة الأسبانية لمواجهة ريال مدريد، وبيسعى الفريق البافاري لتحقيق الفوز بأي نتيجة لإنهاء الحالة الوحيدة اللي تضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، ودي الطريق اللي عاوز يروح له السهل، وعاوز يكرر مرة تانية نهائي 2013 اللي جمع بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. والطريف في الموضوع يا جماعة اللي كان 2013 النهائي برضو على ويمبلي، وتحس ان هو ايه نفس الامور هتتكرر مرة تانية. هل ريال مدريد هيسمح لنفس الامور ونفس النهائي الالماني الخالص 2013 يتكرر مرة تانية؟ والنهائي هيكون طبعا في النسخة الحالية يوم 1 يونيو. بيحاول فريق البايرن انه يعني ينقذ الموسم. ينقذ الموسم ازاي؟ هو فقد السنه دي الدوري الالماني، ودع كاس المانيا بشكل مبكر، وبالتالي علشان يتجنب موسم صفري بدون بطولات هيبذل اقصى جهد للتاهل الى النهائي والمواجهه امام مواطنه بروسيا دورتموند. والطريف لو صعدوا الاثنين، بروسيا في المركز الخامس وهو في المركز الثاني، يعني برضو امور غريبه، مفاجات كبيره جدا بتكون موجوده في اوروبا. طبعا تاريخ مواجهات بين الفرقتين كبير جدا ومن اعرق واكبر الانديه الاثنين، فتقابلوا كذا مره، التقوا قبل كده في 27 مباراه. فاز ريال مدريد في 12 مواجهه مقابل 11 مواجهه فاز بيها بايرن ميونخ. التعادل كان موجود في 4 لقاءات. احرز لاعيبه ريال مدريد 43 هدف مقابل 41 هدف للفريق الالماني. في تكافؤ كبير جدا في كل حاجه، الارقام قريبه جدا من بعض، ولكن ريال مدريد في اخر 8 مواجهات جمعت بينه وبين بايرن ميونخ في دوري الابطال ما خسرش ولا مره. فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2 واخرهم اخر لقاء. واخر مره حقق بايرن ميونخ الفوز على ريال مدريد في دوري الابطال كان في شهر ابريل 2012 لما فاز عليه 2-1، وبمناسبه كانت برضه في دور نصف النهائي. لقاء تاريخيا كبير جدا، لقاء محتاج شغل كبير جدا، عشان كده كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد اتكلم عن المواجهة المرتقبة وقال ان هو بيحترم المنافس بشكل كبير جدا، وبايرن ميونخ من الفرق الكبيرة اللي يقدر يعني يلعب معاهم ماتش كبير وعظيم، يبقى امتلكوا تاريخ كبير جدا. تعالوا نشوف أنشلوتي قال ايه عن اللقاء المرتقب. الفريقان متماثلان، فكلاهما يمتلك تاريخا كبيرا وتقاليد عظيمة، كما أنهما من أنجح الفرق في دوري الأبطال. هناك احترام متبادل بيننا، ويجب احترام كل الفرق في الدور النصف النهائي، وفريق بايرن أدى مهمة عظيمة وكان أفضل منا في مباراة الذهاب. اليوم هو يوم غير عادي، الجميع متشوق لمتابعة مباراة إياب الدور النصف النهائي، وعندما تتسلط الأضواء عليك في يوم مثل هذا فإنه في حد ذاته حافز كاف جدا، ولكن
قد يكون اليوم أكثر تعقيدا، وبلا شك اللحظات الأصعب هي التي تسبق المباراة مباشرة بسبب مشاعر القلق والتوتر. أعتقد أن بيلينغهام شخص مذهل، إنه يحترم الجميع ولديه علاقة جيدة جدا بهاري كين وكل لاعبي منتخب بلاده، وليست هناك أي مشكلة. عدم استمراري كمدرب لبايرن ميونخ، هذه قصة قديمة لكنني سأشرحها بسرعة. أحتاج إلى دعم النادي حتى أستطيع تأدية المطلوب مني، وهذا شيء طبيعي، وليس بإمكاني أداء مهمتي بشكل جيد إذا لم أجد المساندة والدعم، ومن الأفضل في هذه الحالة الانفصال، وهذا ما حدث مع بايرن ميونخ. ده أنشلوتي. لو رحنا لتوماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، واللي اتكلم عن مهمة فريقه الصعبة، واللي قال إن هو هيلاعب فريق قوي وحذر من خطورة لعيبة كتير أبرزهم البرازيلي أكيد فينيسيوس جونيور، كمان اتكلم عن هاري كين اللي أحرز أكتر من 40 هدف مع الفريق البافاري في أول موسم ليه في كل البطولات. تعالوا نشوف توخيل قال إيه، وكمان مانويل نوير حارس البايرن. هاري كين فعل كل شيء، وكنت أعلم أننا سنحظى بشخصية كبيرة في غرفة تبديل الملابس، علاوة على أنه يمتلك كل شيء يمكنك أن تطلبه من المهاجم، تسجيل الأهداف والتحركات بين الخطوط والتمرير والضغط على مدافعي المنافس. كنا نعلم أنه شخصية رائعة جدا لأنه كان قائدا لتوتنهام، كما أنه لا يزال قائدا للمنتخب الإنجليزي، لذا فقد أعطانا كل تلك المميزات التي كنا نأمل أن نجدها فيه، وهو مستمر في فعل ذلك حتى اليوم. فينيسيوس جونيور بإمكانه إيذاء أي فريق في العالم، وأعتقد أن اللعب ضده في مباراة الذهاب يجعلنا جاهزين لاحتمال ألا تسير الأمور في مصلحتنا بمباراة الإياب، لكن لا يزال بإمكاننا التغلب على الصعوبات والتمسك بحظوظنا ونقدم الجودة اللازمة لتحقيق حلمنا. نحن نريد الذهاب إلى ويمبلي، لذلك نحن بحاجة للفوز على ريال مدريد بوجود فينيسيوس جونيور. وجود هاري كين كمهاجم لبايرن ميونخ يكسبنا الاحترام من كل منافسينا، لأنه بكل تأكيد لاعب مثير للإعجاب، ليس لأهدافه فقط ولكن أيضا لتمريراته الحاسمة وكل شيء آخر يقدمه. ومن ناحية أخرى نحن نعرف نوعية لاعبي ريال مدريد، مثلا بيلينغهام نحن نعرفه منذ وجوده في الدوري الألماني، ونعرف نقاط ضعفه وقوته، إنه لاعب يحسن الفريق بأكمله بفضل روحه القتالية. لقاء قوي جدا هيكون النهاردة الساعة 10 ريال مدريد وبايرن ميونخ. يعني أنا راجل مدريدي وأتمنى فوز مدريد، ولكن الإحساس كده والتوقع للأسف حاسس إنه يكون نهائي ألماني. بايرن ميونخ مش عايز يخرج بموسم صفري، ده اللي نعرفه النهاردة بعد اللقاء. هيكون لقاء قوي جدا بكل تأكيد. من الترقب والاستعداد نروح ردود الأفعال من مباراة امبارح وفوز دورتموند على باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية وتأهل الفريق الألماني إلى نهائي دوري أبطال للمرة الثالثة في تاريخه. وحمل بقى المدرب لويس إنريكي نفسه مسؤولية توديع باريس سان جيرمان البطولة من نصف نهائي أبطال أوروبا. تعالوا نشوف إنريكي قال إيه بعد الخسارة ونرجع نكمل الكلام. لم أتحدث مطلقا مع اللاعبين بعد المباراة، لقد قمت بتصرف استثنائي حيث تحدثت مع كل لاعب على انفراد وحاولت إعادة البهجة إليهم، لكن لا يوجد مبرر عندما تخسر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضك. الآن علي أن أعيش يومين من الألم والمعاناة، ولكن هذه هي الحياة وهذا هو حال الرياضة. من المهم جدا أن تعرف كيف تفوز، ولكن من المهم جدا أيضا معرفة ماذا تفعل عندما تخسر، لأننا نمثل قدوة للأطفال والشباب. علينا أن نهنئ دورتموند على تأهلهم لأنهم سيلعبون في النهائي، ويجب أن نتقبل الهزيمة. الشخص الوحيد المسؤول عن هذه الهزيمة والإقصاء من البطولة هو المدرب الذي اتخذ القرارات خلال مباراتي الذهاب والإياب. سيكون من المؤسف لو قام أي أحد بالتشكيك بأي لاعب، لكنني فخور جدا بهم جميعا. دعونا نفكر في مباراة تولوز التي ستكون آخر مباراة لنا على أرضنا، ونريد إنهاء الموسم بطريقة تليق بمشجعينا وبالطريقة التي يستحقها كل شخص يعمل في هذا النادي. هل أنت جاد بطرح هذا السؤال؟ هل هناك فرق بين أن تصيب الكرة العارضة والقائمين وبين أن تدخل الشباك؟ على ماذا يعتمد ذلك؟ هل هناك روح خفية تتجول أمام المرمى؟ انظر، إذا كان أحد الفريقين غير موفق فلن يتغير الأمر، وإحصائيات الأهداف المتوقعة لباريس سان جيرمان في هذه المباراة هي 3 أهداف، كان بالإمكان تسجيل 3 أهداف. إذا كان هناك شيء واحد لا يمكنك انتقاد الفريق عليه فهو إيمانهم الراسخ بما يفعلونه. ولو رأيت الطريقة التي نلعب بها ورأيت جماهيرنا الذين لا يستسلمون حتى لآخر دقيقة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، فهذا انعكاس وتفاعل مع ما ينقله اللاعبون لهم، وذلك يكفيني. كلام مهم جدا من لويس إنريكي، وفكرة أن بصراحة امبارح في اللقاء كان في باد لك لباريس بشكل غير عادي، عرضة وقائم لا لا لا، كان في باد لك
كبير جدا، وزي ما قال الفريق لحد ما الحكم صفر لحد اخر ثانيه ما تحسش ان هم رموا الفوطه. يعني هو محتاج يجيب جونين وفاضل 50 ثانيه بيلعب بيقاتل، فدي كانت روح عاليه جدا من باريس سان جيرمان. واحد من اهم اللي اتكلموا بعد اللقاء هو نجم باريس كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان، واللي قال ان هو واثق في قدرات فريقه على انهاء الموسم بشكل جيد بعد الاقصاء من نهائي دوري من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. تعال نشوف امبابي قال ايه بعد الخروج من البطوله في الليالي الاخيره ليه في باريس. توديع دوري الأبطال أمر محزن للغاية، لأن اللاعبين حاولوا تقديم كل ما لديهم. لقد بذلنا كل شيء لمحاولة تعديل النتيجة، لكننا لن ننجح ولم نكن بأفضل حالاتنا لا في الدفاع ولا في الهجوم. خلال المباريات الحاسمة من دوري أبطال أوروبا عندما لا تكون ناجحا في الدفاع والهجوم، فمن الصعب أن تأمل في التأهل إلى المرحلة المقبلة، خاصة عندما تكون تلك المرحلة هي المباراة النهائية. لكننا بحاجة إلى البناء على ذلك لمواصلة العمل، وأنا متأكد من أن ذلك سيحدث. لقد ودعنا البطولة، ومن المؤكد أننا نشعر بالحزن بسبب عدم التأهل إلى النهائي، ولكن كما قلت لا يزال أمامنا نهائي كأس فرنسا، وهي بطولة مهمة للنادي ولنا كلاعبين، وسنواصل العمل لمحاولة الفوز بذلك النهائي وحسم لقب آخر. نروح بقى لعريس امبارح اللي كان في 2013 في نهائي دورتموند وبايرن ميونخ، كان من الجماهير وقاعد بيشجع متحمس. النهاردة هو عامل رئيسي ان فريقه يوصل للنهائي. ايدن تريزيتش مدرب دورتموند اللي اتكلم عن التأهل لنهائي دوري الابطال وقال ان فريقه حقق حلم كبير جدا لكن هم استحقوا التأهل. تعالوا نشوف عريس الليله قال ايه. إنه أمر رائع ولا يصدق، لقد نجحنا في تحقيق هدفنا وأعتقد أننا نستحق الوصول إلى هذا النهائي. لقد تمكنا من مواجهة هذا الفريق الذي أظهر هذه القوة خلال المباراة وحققنا الفوز عليه مرتين بفضل العمل الجماعي. أنا فخور جدا بفريقي والجهاز الفني والنادي بأكمله. الاحتفال مع المشجعين كانت لحظة عاطفية، إنها لحظات جميلة جدا. في العام الماضي كان المشجعين موجودين خلفنا بالفعل، واليوم نجحنا في مكافأتهم. لقد حق مشجعون الفوز معنا، والآن سنذهب إلى النهائي ونتمنى أن نرجع بالكأس إلى الوطن. أتوقع اللي هيفوز النهاردة ويوصل للنهائي يقابل دورتموند، مش هيقابل ند ولا خصم سهل. تهيألي هيكون نهائي قوي مهما كان مين اللي هيصعد سواء بايرن ميونخ أو ريال مدريد. بعد الكلام الكبير عن ليالي الأبطال كده خلصنا معاكم فقرتنا العالمية. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا، استنونا. هذا برنامج يأتيكم برعاية جرينلاند. أسهل جبنة تتفرد معاكي، فتة، فتة بلس، اسطنبولي، دومو أعشاب، زيتون، بسطرمة، مشطشطة، جبنة صفرة وكمان لايت. جرينلاند أحلى وأجدع جبنة في مصر. إيه يا حبيبي؟ مالك يا أخويا؟ سلامتك من القار. يا ترى هيحط له إيه؟ أزرق ولا أحمر؟ بيبص في المراية كمان، ده كده بقى مهرجان ألوان. سيبوا الألوان للجزيرة، ما هو كل واحد ولعبته. دهانات الجزيرة راعي كل ألوان اللعبة. يلي بودي بودي الأكل رايح فين؟ رايح فين؟ محدش هينزل لما يخلص أكل ولا يعني؟ يعني يوم القيامة الأكل المتبقي هيجري وراك وراك لحد ما تخلص القلاية. كلي خضار عشان شعر البنت يطلع ناعم وجميل. كلي خضار عشان شعرك يبقى ناعم وجميل. كلي خضار عشان شعرك يبقى ناعم وجميل. جميل قوي. يلا كله كله. استنى عليا لما بودي هجيب لك أبو رجل مسلوخة. هم هم هم. احنا عارفين انك بتتعبي عشان تاكليه واكل مفيد، فطعمه اتطورت عشان تسهلها عليك وعملت جبن ولبن وعصير باحسن طعم وجوده. طعمه بنتطور عشانك. فرقتنا نزلت، فين الفرقه التانيه يا مخرج؟ ورينا يا سيدي. لسه في الاوضه؟ ايه يا كوتش، ايه دي خطه ولا بلته؟ يا نهار ابيض. سيبوا الالوان للجزيره، ما هو كل واحد ولعبته. دهانات الجزيره راعي كل الوان اللعبه.
اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي يجي ميعادنا مع فقره الالعاب الاخرى. البدايه مع لقاء قوي الليله وتحديدا الساعه 9 فريقي الاهلي والزمالك في اللقاء الثاني بين الفرقتين في منافسات بقى نصف نهائي دوري سوبر السله. طبعا يا جماعه دوري سوبر السله بيقام بنظام بيست اوف 5. يعني ايه نظام بيست اوف 5؟ هيكون اللقاء على صاله استاد برج العرب. بيست اوف 5 يعني الفرقتين هيتقابلوا 5 مرات. هل لازم يتقابلوا 5 مرات؟ مش لازم 5 مرات، هو لازم ان في فريق فيهم يفوز بنتيجه 3. يعني مثلا الاهلي فاز في اول لقاء، لو الاهلي فاز في اللقاءين اللي جايين النهارده واللي بعديه بقى 3-0 الاهلي خلاص كده تمام. فاز في اللقاء اللي فات طبعا زي ما انتم فاكرين ب 79-60. طب الزمالك فاز النهارده بقى 1-1، الاهلي فاز بقى 2-1، لازم لفريق من الفرق يوصل لنتيجه 3 علشان يقدر يفوز. طبعا اللقاء مذاع على شاشه اون تايم سبورت عشان نستمتع باللقاء المنافسه القويه فيما تقام منافسات نصف النهائي الاخر بين الاتحاد وسبورتنج. الماتشين او الفرقتين الاربع فرق جامدين جدا، بيقدموا مستوى كبير جدا. يعني ممكن حد يشوف النتيجه يقول 79-60 ده فرق كبير، ولكن اللقاء في النص بين الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك كان فيه سجال كبير، هات وخد. والماتش بصراحه كان ممتع، واتوقع النهارده لقاء ايضا هيكون ممتع. من سلة الرجال نروح لسلة السيدات، حيث حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبلس بنتيجة 89-45 في اللقاء الأول بين الفرقتين بدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام على صالة برج العرب في اسكندرية. من السلة نروح لكرة الطايرة، فتيات الذهب زي ما قال عليهم ناديهم نادي الزمالك. وفي لفتة طيبة حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تكريم فريق السلة للسيدات بالقلعة البيضاء، وذلك عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي والتأهل لكأس العالم للأندية بعد التفوق على النادي الأهلي في النهائي بنتيجة 3-2. وكان اللقاء فيه ندية كبيرة جدا، وأشاد كابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة، معبرا عن سعادته بحصد اللقب القاري، خاصة أنه أول بطولة في عهد مجلس الإدارة الحالي. بعد ما خلصنا الألعاب الأخرى نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل، فاستنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر فقراتنا فقره وان شوت. النهارده في وان شوت هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، دايما بنسلط الضوء على موقف ايجابي على حدث، من نوادر ما نسلط الضوء على لاعب، ولكن النهارده هنسلط الضوء على لاعب وعلى دور مهم جدا من ادوار الرياضه. الرياضه مش فقط حاجه في الملعب، ولكن ليها بصمه اجتماعيه ودور اجتماعي مهم جدا ومجتمعي مهم جدا. في أكثر من لاعب بيحاول يساند بلده، يساند أسرته، يقف مع مجموعة من الدول شايف إن عندهم مشاكل. ده اللي عمله البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، اللي عمل لفتة إنسانية تجاه بلاده حيث حرص على تقديم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في البرازيل بعد ما ضربت الفيضانات بلاده في الفترة الأخيرة. طبعا كان في ضحايا وفي مشاكل، فهو النجم أرسل مساعدات. وعلى فكرة حاجة جميلة جدا في الكلام اللي كتبه في البوست اللي قاله، قال أنا ما بحبش أتكلم أو أقول عن أي حاجة ممكن أعملها، ولكن أنا بنشر الكلام ده علشان أشجع الناس تساعد وأشجع الناس تكون موجودة في دورها المجتمعي. كلام مهم جدا من نجم كبير زي نيمار. خلص وقتنا مع حضراتكم، ولكن في متعة كبيرة جدا النهاردة في دوري القسم الثاني. بعد شوية 3:30 بالظبط هيكون في الاستوديو التحليلي مع طبعا الزميل العزيز كابتن خالد لطيف، وهيكون في ضيافة محللنا الكبار كابتن هشام حنفي وكابتن إيهاب المصري. هيكون استوديو ممتع جدا ولقاءات ممتعة. كده خلصنا وقتنا مع حضراتكم، نشوفكم على ألف خير. شكرا لحضراتكم، شكرا لكل فريق العمل. إلى أن نلقاكم، نترككم في رعاية الله. سلام.